اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا احتفالنا بيعني ملكات كره السله ودوري المرتبط. الحقيقه 8 يعني سنين على التوالي بهذه البطوله اكيد مش من فراغ، اكيد دي حاجه مش من فراغ. وطبعا برحب بالنجوم اللي شرفيني في الاستوديو، طبعا كليوباترا النيل ثريا محمد، اهلا بيك منورانا. اهلا بحضرتك، والحمد لله على السلامه ومبروك. الله يسلمك، ميرسي. الاثنين يعني كانت كل اسعد ناس بيك امبارح والله. ميرسي والله. طبعا برحب برنيم الجداوي، طبعا يعني احسن لعيبه في البطوله ما شاء الله، واداء ولا اروع. وثريا طبعا احسن 3 بوينتر. المهم انا برحب بيكي في الاول طبعا، وان شاء الله البطولات اللي جايه كتير باذن الله يا رب. انا عايز اقول ان بس ما كانش الفوز فوز فرقه بس، ولكن في القاب فرديه كتير. ثريا خدت احسن 3 بوينت في البطوله، عندك كمان رنيم احسن لاعبه، عندك نادين السلعاوي الهدافه. يعني احنا على مستوى الكؤوس الفرديه احنا عاملين يعني شغل كويس جدا اجل ثريا. ثريا يمكن البطوله دي بالنسبه لك زي ما بيقولوا عوده الروح للجسد، كان لازم تثبتي ان انت موجوده، ولازم مش تثبتي لينا احنا عارفين، بس لنفسك لذاتك، صح ولا غلطان؟ دي حقيقه فعلا. هي البطوله كانت يمكن جت في وقتها فعلا، احنا كفرقه كلنا كنا محتاجين ان احنا نكسب. والحمد لله بصراحه انا من ساعه ما رجعت لحد دلوقتي كان الكوتش والجهاز الفني كله ما فيش حد كان محسسني ان انا راجعه من اصابه او لا خالص. الموضوع كان نفسي معايا كان كويس جدا جدا، والكوتش دايما محسسني، حتى مش بيقول للفرقه محدش يدخل عليها جامد، لا كان بيعتمد ان انا جاي من اوف سيزون عادي. فده يمكن حتى نفسيا كان معايا كويس، حتى ما كنتش مركزه خالص في الاصابه. البطوله دي يعني انا بشوف ان احنا بصراحه احنا الخمسه اللي في الملعب ما كانش فارق مين في الملعب مين بره الملعب، كل اللي بينزل بجد كان نجوم، كله كان رجاله، لدرجه ان احنا في الاخر خلاص يعني مين هياخد، يعني في الاخر حتى انا بقول لرنيم انت هي فعلا مش عارفه هي هتاخد ايه، لان فعلا هي عامله اداء كويس، نادين عامله اداء كويس، كل الخمسه في الملعب كل الناس عامله اداء كويس، كله كان. حتى فرقه برضو لما عرفت ان انا كان فاضل لي ثلاثيه واخد الثري بوينتر، كان الفرقه كلها فعلا في الملعب. كانت كوتش طبعا نزلني، هو كان طلعني نزلني تاني لما عرف ان انا كابتن علي، قالت له برافو عليك برافو عليك برافو عليك، فبعدين راح نزلني تاني، فكان فاضل لي ثلاثيه واحده. بجد كل الاربعه اللي كانوا معايا في الملعب كانوا بيدوروا عليا اشدها لك. اول ما جبت الثلاثيه طلعت على طول، بس جبتها وطلعت. اتفضلي بقى حضرتك اتفضلي، يبقى انت كنت بتنافسي حد مش في الملعب مش من سبورتي، لا انت نافست حد بره عشان كده لما الضربه طلعت، صح ولا غلطان؟ بس حلوه النقطه دي، عايز اقف عليها، ان انت كنت عشان تاخدي احسن 3 بوينتر كابتن علي خدت بالها. لا احكي لك القصه دي قبل ما اروح لرنيم، احكي لك القصه دي بالتفصيل. هو كان عادي اللعب شغال، واحنا بصراحه الروتيشن انت احنا عايزين كل الناس تلعب وكل الناس تشارك في المكسب، فالروتيشن بيكون فعلا صعب. يعني انا بقوم بلاقي الناس بره، انا عايز العب كل الناس لو اقدر العب كل الناس، فحصل ان كله لعب، والكوتش اصلا في الماتش لغايه حتى مسكور فرق هو مدي نفس كده. فقلت له بصي يا كوتش انا بالظبط كده، قلت له هقول لحضرتك حاجه، انا عارفه انه ممكن يبقاش وقتها خالص، بس دلوقتي ثريا ناقص لها 3 بوينت واحده وتبقى 3 بوينتر. فهو بصراحه ما كملش، قال لي هاتيها هاتيها. كان في الشهر الرابع؟ كان في الرابع، قال لي هاتيها. طب هي عارفه؟ قلت له انا هقول لها بقى، يعني مش عارفه هنقول لها بقى ونشوف. قال لها تنزل تفضل، قال لي طب خلاص هاتيها وقولي لها وقولي يعني للي معاها في الملعب. برافو، لان هي لو عرفت ما برضه هتعمل ايه لوحدها. برافو، حته حلوه. حتى هي نزلت يعني وهي بتاخد اول 3 بوينت، فقامت واخده فاول من اسرار. انا ما كنتش عايزه ثلاثه، مش عايزه يعني هجلي الثالثه واطلع جدا. فبصراحه اللي في الملعب مشوقه قوي بصراحه، بس هي شاطت يعني في اثنين بيلفوا على الحق، احنا كلنا نقوم بصراحه، البنش كله كان بيقوم، اللي هي الكوره هتخش تقوم عامله كده لغايه ما دخلت بقى الاخيره. انت كنت لعيبه في الملعب ولعيبه على البنش؟ والله العظيم.